السلام عليكم. أهلين يا أبو فهد، تفضل. لا هيك بيزعل منك يا نصر يا فندي. أنا بيقولوا لي الزعيم أبو فهد، مو أبو فهد. حقك على راسي، بس بتعرف لسه ما أخذت على لساني. بسيطة. إيه سيدي، أنا جاي لعندك بطلب، بتمنى ما تردني خايب. تفضل يا زعيم، أنت بتمون على الرقبة. معيتك مشان الشباب يلي عفضتوهم بعد قصة القهوة. شو قصدك زعيم؟ بصراحة يا نصر يا أفندي، يعني بركة دم تخلو سبيلهم لأنه أهل الحارة أكلوا راسي. أيوة، أنت بتعرف يا زعيم أنا ما عندي مانع، بس هاي القصة بدها طلع على الحاكمية. يعني بمعيتك بركة دم تحكي لنا معهم، وبعتقد إنه ما بيردوا لي طلب. تكرم عينك يا زعيم، إن شاء الله خير.